بس في منصب بعين وانا عايز اقف مع حضرتك عنده. فضل. عضويه حضرتك في مجلس امناء او مجلس الاداره في جمعيه الاهلي للتنميه طبعًا. او مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه طبعًا. كون ان في حاجه اسمها اصلا مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه أيوة. ده شيء في حد ذاته في غايه الاحترام طبعا طبعا. مجهودات حضرتك ومجهودات كل الاعضاء في تحقيق الهدف المنشود من هذه المؤسسه. بص الاهلي كده بيطلع لمرتبه ورياده لم يسبقها له احد خالص في جميع الانديه. احنا اول نادي اجتماعي رياضي يفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوا. بطولات بنحقق، الاعضاء مبسوطين والعضوات مبسوطين. انت بتطلع لحاجه تانية عايز تخدم فيها المجتمع المصري بحاله. انت مش بتقول لا الاهلاويه بس، لا مركزين في معرفش مين ومين عشان معاهم كارنيه النادي الاهلي. لا انت عايز تخدم المجتمع. وعلى فكره ده دور مهم جدا في كل دول العالم. الدور الاهلي بتاع المجتمعات الاهليه والجمعيات الاهليه دور مهم. ثانيا انت مؤسسه، يعني انت اكبر من مجرد جمعيه اهليه. وفقا للقانون بتاع الجمعيات الاهليه المؤسسه هي طبعا أعلى من الجمعية الأهلية، لها قواعد مختلفة ولها سلطات أكبر، فإحنا فخورين. تالت حاجة أنا عايزة أقول لك، أنا شخصيا يوم كلمني الكابتن الخطيب عشان يقول لي على الفكرة دي كان تقريبا من سنة كده لما كانت لسه يعني جذور الفكرة. فأنا كنت واقفة بتكلم مع واحدة صاحبتي واقفين في حتة يعني، فأول ما لقيت التليفون بيرن الكابتن محمود الخطيب طبعا بعتها تماما يعني بتكلمني، قلت مش وقته دلوقتي، مش وقته خالص. فهو بيكلمني بيقول لي رأيك ايه وعايزين يعني ان انت تبقي معانا وكده. قلت له حضرتك ده مش سؤال يعني، ده تكليف. فأنا سعيدة كل أعضاء مجلس الأمناء بتوع مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ناس محترمين جدا. طبعا الناس دي مش وظائف، دي عمل تطوعي. حضرتك بتشترك في حاجة عشان متحمس طبعًا. تعمل فيها حاجة تفيد الناس جدا. فأنا سعيدة. صحيح هما بس عايزين يوصوهم ما يتطهدونيش شوية عشان الست الوحيدة، فهبقى اندهنا هون. لكن بصراحة من أصغر حد لأكبر حد ما شاء الله مجموعة كلها مش بتدور على مصلحتها، بتدور على مصلحة النادي الأهلي.